باختصار مقطع فيديو هزني، والله انه هزني، اي والله، خلاني اخذ المقطع واحفظه عندي. حفظت المقطع ليس لشيء، لا، بس لنفسي، عشان اذا صعدت شوي طموحاتي فوق واني ابي الشغله الفلانيه وانقهرت عليها واهتميت وسويت كذا، لا، ارجع لنفسي واشوف المقطع واقول اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنه، يا ربي لك الحمد. حنا وين هذول؟ وين؟ شو اسمك؟ شهد. شو قديش عمرك؟ 10. 10. طيب بأي صف؟ ثالث. شو تتمني يا شهد بالسنة الجديدة؟ انت بتعرفي انه جاي 2022 سنة جديدة؟ ايه بتعرفي. طيب شو تتمني؟ تتمنى خيمة. شو بتتمني؟ خيمة. تتمني خيمة بال 2022. خيمة، أمنية عظيمة بالنسبة لها، بسيطة جدا بالنسبة لنا. خيمة أحيانا تأخذها كشتة وتخليها وتمشي. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآن أبيك بينك وبين نفسك تنظر لأنعم الله عليك اللي حواليك، كل شيء الآن وأنت قاعد تكلمني حتى بالجوال، ناظر بالجوال وأعرف أنك الله سبحانه وتعالى أنعم عليك نعم عظيمة وأنت ما شكرت عليها. اشكر الله يا جماعة، والله اننا نعيش في حالة ترف لم يعشها اي عصر من عصور التاريخ اللي مرينا عليه. اي والله اشكر الله وارضى دائما بما قسمه الله لك. لا تحط ببالك ابي وابي 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 وانت تنظر الى اخوانك المسلمين، اعظم طموحات احدهم خيمة.